هذه العملية أو العلامات يجب مجموع العينين في الدرس الأول يقابلان مجموع العينين في الدرس في مجموع عينين الدرس في الطرف الثاني من هذا النصف. إذا عمل الدرس الأول مثل عمل الدرس الثاني، يعني أقول الدرس الأول في الطرف الأيمن أو الأيسر، في الطرف الأيمن، يعني عمل الدرس في الطرف الأيمن. هذا هو، إذا عمل الدرس في الطرف الأيمن مثل عمل الدرس في الطرف الأيسر، يختلفان فقط بالتركيز ورد البال على وضع العين في هذه العلامة. هذه العلامة التي كنت وضعها بالقلم، وضع فيها عين، فالإبرة التي أضربها أضربها في العلامة، العلامة التي لدينا بالقلم. دائما مشاهدين الأفاضل، عندما أقوم بإحساس هذا المفتل الغليظ أنه مرخوف في الغزل، أقوم بغزله هكذا، وأستمر عمل الدرس حسب ما قلت لكم. فكل عين أضعها أمام العلامة التي وضعتها في القلم، وأواصل عمل الدرس حتى إنهاء هذا النصدق إلى هذا الطرف، يعني هذه العلامة الأخيرة. وإلى هنا أيها الأحباب، وصلت إلى إنهاء الدرس من الطرف الأول والطرف الثاني. بقي لي هذه العين، ثم أخرى الأخيرة، بعدها أقوم بمرحلة مهمة وهي جمع الطرفين. فبالنسبة لجمع الطرفين، أقوم بجمع الطرفين بالتخراص. التخراص الذي أقوم بجمع الطرفين التخراص الذي أقوم به بجمع الطرفين هو نفس المفتل الذي أقوم بإنجاز به الدرس. بعد إكمال الدرس أقوم برتق جيدا هذا المفتل الغليظ، أقوم برتقه جيدا، بعدها أقوم بجمع الطرفين.
بالنسبة لهذا الزائد هنا. هذا المفتاح الزائد ايضا. قطيعي. اذا نقوم بجمع طرفين بهذا الطريقة. هكذا اذا. لقياس هذا الستوك أقوم بقياس الأول ثم الثاني ثم الثالث. يعني في الستوك مثلا 30 سنتيمتر، أنا أخذ متر. وأجمع هذا المفتل. إذا على بركة الله أقوم بجمع الطرفين. جمع الطرفين بالتخلاص، التخلاص الذي يقوم بجمعه دائما أقول لكم بنفس المفتل الذي كنت بإنجاز به الضرس. أقوم يعني أقوم بقدهم جيدا، يعني نفس هذا بنفس الطول هذا، وأقوم بالتخلاص هذا الطرف. يا مشاهدين الكرام، بعد التخلاص بقياس هذا التخلاص هذا المفتل الغليظ هذا القياس الأول، أقوم بالتخلاص بشكل عادي، يعني الإبرة نضعها بهذه الطريقة ونقوم بإخراجها ثم وضعها الثاني يعني بهذه الطريقة، ليس بهذه الطريقة مثلا، لا يعني بهذه الطريقة، ثم والعودة بالعكس هكذا. من هذه هي القاعدة التي أستمر بها. إذا وإلى هنا وصلت إلى إنهاء تخلاص الطرف الأول، ثم أقوم بتخلاص آخر، يعني هذا المفتل الآخر، يعني القياس الثاني، هذا القياس الثاني، الضربة في هذه المرحلة أركز جيدا مثل الضرس من الطرف الأول والطرف الثاني، في هذه مرحلة التخلاص أركز على ضرب الإبرة من أسفل المفتل أو التخلاص، هذا المفتل الذي له تخلاص أيضا، وأرجع الإبرة من أعلى المفتل بهذه الطريقة، وأستمر في إعادة الطريقة بهذه الشكل، وأستمر ضربة بعد أخرى حتى إنهاء النستوك، وحتى إنهاء يعني تهيئ النستوك كاملا. فبالنسبة للتخلاص عندما أحس بالتخلاص تم غزله جيدا أقوم برخفه جيدا، لأن التخلاص ليس مثل الضرس، التخلاص يحتاج إلى رخ، أما الضرس فهو يحتاج إلى غزل جيدا. إذن بهذه الطريقة إذن ها هي. وإلى هنا وأخيرا انتهيت من عمل الستوك. هذه النقطة المهمة، أقوم بوضع عقدة هذه الطريقة، هذه العقدة التي أضعها بهذه الطريقة
وهذا أقول يعني بقتلها وبإثباتها بإتقانها جيدا، وأقول برتق هذا الترس الذي قمت أيضا بوضعه الدرس. مشاهدين الأفاضل، ها هو إذا الصندوق اكتمل، والآن أقوم برتق الأذنين. بالنسبة لرتق الأذنين يمكنكم أيضا أن رتق الأذنين بخفة، أما أنتم فمشاهدين الأفاضل إذا أردتم كيفية رتق الأذنين يمكنكم مشاهدة الفيديو، هذا الفيديو الذي أمامكم لتروا كيفية رتق الأذنين يعني بهذه الطريقة، وأضرب الغرزة حتى أنتهي من رتق الأذنين. فلدي فيديوهات عدة كيفية رتق الأذنين، أيضا لدي فيديو خاص كيفية رتق الأذنين. وإلى هنا مشاهدين الأفاضل وصلنا إلى نهاية الفيديو، أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء ومع فيديو آخر إن شاء الله.